هذا سينما لي دور هذا واحد الكارتي يعيطوا له كارتي القومية بكري اللي كانوا يبيعوا فيه خواتنا المشاهدين كارتي القومية اللي يشفى عليه في عنابة نكون نعطوه نكون نروح ونصوره هذا سينما المارينيون بكري هذا نحلف اللي بريت قلبي كل هذه والله بسعدي وبعام راكيس اللعبي معروف لك بني حار نحلف اللي بريت قلبي كل هذه والله بسعدي وبعام راكيس اللعبي ولسانك قبيحة وهي معروف لك بني حار يرسانك قبيحة يا معروف لك مليحة يا سانك قبيحة هذا هوتيل رشراش هذا هنا هذا الكارتي القومية لنا وين دخلت تاع لورانجري وين برمة الغاز ولولي راس بس كنت في بعضها ما أو لهنا هو ولا البنيه هذه بعد ما بكري عيطوا لها كارت القوميه ومن بعد نروحوا لبرمه الغاز ولا ريميرا شوفوا با هيبا فيصل نصدموا له ارواحي لي وحده وحده تديك البوزيد تنضغط وزيدي يا وديلك هضر فيها ما تحلمي الشهر راسي وراسك ودير وقعد الودي الاول ينضغط قلت لي قومي ها السلام عليكم هنسقسيك معليش انا ملحق بي فيديو على كارتي تاع النابه دقيقه في سانكاري برك انا جاي دقيقه انا جاي بس انا برك في ساعه حبيت نسقسيك سمعت تاك ود البلاصه هذه كان واحد الفيديو على الكارتيه تاع النابا بارازيت تحت فيك انت ود البلاصه هذه واش اسمه الكارتيه هذا تريغوميه دي نعم تريغوميه دي يقول تريغ ولا كارتي تريغوميه يقولها من بكري هكا تريغوميه على اسمه تريغوميه باش معلومه برك على الكارتيه تاع القدم تاع النابا القدم معهم لي زونسيان سمع هذا تريغوميه تضرب من هنا لتحت مالا ما قلت له فيها قومية سيارة هنا سيارة والله ما نكذب عليك هضرة برك والله هضرة برمة الغاز هي لهنا اسمع بقى تلك القومية صافي يدير كاين حكاية سير كاين حكاية الكبار هم هاي الكرة حلوة هاكا نصدم لها ماي نقفل برك اسمع حصة هاي خويا اسمع لهنا ها الكرتي تاع القومية هذا
هي جاريتك صح؟ ها هو باش نعطوا الحوايج ديال لونسيان تاع النابا. ها من لا كولون. السلام عليكم. قلنا من فهد بيت كيقولوا في فيديو على الكارتي تاع النابا، فلا زال جيت لهنا الكارتي لهنا الكارتي البومية عيطولة ولا بلاش. ثم لي زونسيان تم ولاد البلاصة. تنجم تقول تنجم تقول. 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 ما 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 ديزونسيون تاع النابا نورمال ما فيها حتى باس يعني كي تحب تبان انا باذن تاعك باش يمكن الميساج تحب الصوت تاعك كيما تحب خلينا نقول خويا حاجه ثم يحسن فضلك ثم نهضروا حبي يقولها على النابا يعني واش كان واش ما كان بيان سي لي كارتي ليزونسيون شكون يعرفها كيما هذا خليه يعرفها يقول كارتي بوني شكون يعرف لورانجري هاي منا هاي لا سيتي منا هاي برما تفكاز هاي البلاك قدام وين البلاك لونسيان هذه وين هو البيضاء ويني ايه هاني جاية راك تشوف البلاكه هذه اورانجري عنابة جيري هاي وهران هذه تشوف كي راك تشوف 1930 ها الف وتسعمية وثلاثين مهارة خويا وانا حاج سلام لك اني جايك اصبر برك قال سافر انت لست شجرة يا تشوف البلاد هذا هنا هاني نعطيك 1930 هذيك روح الشيخ معاك تحبوا تبانوا نورمال بالاذن كاين ناس عادي هاك شفت هاي هاي تفضل هاي انا نقدم نفسي يعني. اسمي توفيق انا من وكرتي غير هنا برك الغزاله وين الحمام بو عزاز هاك رواح قدم شبيبه جديده رواح رواح احصل 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 هاي عشي شوان هاي قاعدة تاع البلاد هاي الحاج سي بون هاي يا خينا وسمك والله معاك هاي مع المغاربة هكا 6 و4 قبل ما يدخل علينا المغرب اي حد هذا كارتي قلنا كارتي الطريق القومية هذه الطريق القومية الطريق القومية واش حاب يقول الطريق القومية؟ الطريق القومية دابري لي زونسيان يقول لك بكري كانوا بروتيجيو القومية هذوما كانوا يسكنوا كالكو بار هنا من الديار هذيك ومشي حتى لهاك تحت صافي كل يوم تلقى اندروفار من هنا اندروفار في البوا يبروتيجيوهم على المجاهدين كانوا راحت فيها كلمة الطريق القومية بس مالي زالجيريان تما كانوا يسكنوا لهنا وكانوا يديروا اندروفار يعسوا عليهم كانوا يبيعوا خاوتنا يعسوا عليهم حركة كيما هكا حسب واش حكاو لنا الحياة الكبار حكاو كيما هكا والعلم لله تاتي هضره نحكيك على الزنقه هذه الزنقه هذه تما يمكن قلت له فيها قومية قبل ولا ما كانش قلت له قبل راك تعرف الفدائي لا ما ماتوش لهنا لا كانوا بروتيجيو هذا اي بروتيجيوهم بروتيكسيون بعد راحوا هربوا بعد هذيك هربوا خرجوا هذوك داوهم معاهم داوهم لهيه فوالا قعدت ناس يقولوا طريق قومية خاطر كانوا ما يجموش كانوا ما يجموش يعديوا كيما نقولوا تاعنا احنا منا يشافوا لك كيما يديروا بروتيجينهم كانوا بشكاره بكري تشعلي من بسنة بشكاره يخرج الصباح بشكاره يولي لا تيح بشكاره مش اللي جاوا نحكي لك مش اللي جاوا سكنوا وراها هذوما سيري كيما نقولوا الناس اللي سكنوا في مسوسهم دوم مسوسهم تحركوا تحركوا مساكن لا نورمال على بالي جيست راح المهم اللي سبايبنا على بالك والله ما هي فرنسا سبايبنا تاعنا نقول هذا هو باعوا مشاهدين عبك ما تكونهم صغار مشاهدينا 20 30 سنه في عمره خلاو بلاد
صبروا في حياتهم باش حنا نعيشوا بيان لهنا. هذا ميساج يوصل للناس اللي العزوز تما القر القر اللي كانوا يسكنوا هنا. اها فور اكزامبل كيما هذه دار برويز هذه برويز تاع البسكليتات ها تكرتين وين دارهم هايلي هادي معروفين برويز هادي دار برويز كانوا يسكنوا القر يبان القر كي يحطوا بار اكزامبل وقت هذيك الواس يجيو يبلاستيفيو الديار اللي مشكوك فيهم يكرهوا فيهم العرق يبلاستيفيوهم كل يمنعوهم يمنعوهم القر هما اللي يجيو يقولوا لا خاوتنا يطبطبوا يقولوا عندك هم بلاستيفيو وكذا وكذا تلقى الناس نصها كلها هربت تهرب كما الوقت هذاك قالت لي العزيز كنا نهرب ونروحوا 6 ايام كيلومتر تاع صريدي يعاونوا بعضاهم التعب كسرة الواحد من هنا يبروتيجيو كلكو جور من بعد يعاودوا يرجعوا سبتهم القومية هما اللي كانوا يبيعوا خاوتنا هما اللي يعطيهم لي رونسينيومون شفت الفيتاسيون قال لي هذيك هو عندهم واحد مشكك فيهم يخدم مع المجاهدين يحطوا لهم يحطوا هو حطوا واحدة اللي هي واحدة هذه كانت ثاني دار بوسعيد هذه كانت دار بوسعيد كانوا بكري لونسيان في عنابة اللي بيع جرنال في عنابة هذا بوسعيد معروف بايدي هو معروف يعني. كانوا هم دار رفاني بوشرمة هذا يعني كيف لا تكون قادر كما نصف ديار تبيع تبع الورد ليسونسيال قلال اللي فامي هنا مازال هذه دار برويس كانت اللي حول حول سمع عبد يحكي على التاريخ تاع عناب وصلتوا لي كارتي بوبيلار معروفين معروف مام هنا كانوا كما يقول اللي كانوا يسكنوا هنا في لورونجري من هنا حتى ورا الفراغ كانوا سيدي دي جون يزي قول هذوك اللي لاباس بيه نظاف عقلين دي جون يزي واش يديروا فار اكزامبل كيما حنا ميتال دارنا يسكن قاوري تما ايزي واش يدير يسكن معاه العرب مسكين يخاف يسكن معاه كيما حنا كنا نسكنوا معاه كي راحوا هما اللي باعوا يبيع لك لاباري يقول تعطيني حق حق ما يدير باش ديبار باش يروح ديماراج بركي ديماراج كيما لورونجري ثاني كيما يسكن معاه عربي باه يقول لك ما يدونكا 62 هذيك عاد يخافوا على روحهم ومام طون يواعدوا على الدار ومام طون هو حتى النهار كما يقولوا ربي يفرجها ان شاء الله ملعب من هنا واش تسمى من هنا تسمى لورونجري حتى لهنا هذه تابع كامله لورونجري دخلت على هذه دخله دخله انا لا كولون هنا لتحت لا كولون من فرمه الجاز اللي هي الاميرات نعم عند اطار كبير انا برمت الجاز الاميرات فيها مجاهدين فيها الله يبارك يعني ناس معروفين يعني باش نزكيوهم احنا فيها رجال يعني رجال صح وتشوف اللي كانت تقول لا لا ريميرا برمت الجاز طلعت لا لي روز وتروح تجبنت لي هود ثم دوك من كارتي بوبيلار وكارتي يعني فيه يعني ناس قدم تاريخ يعرفوا التاريخ كانت رجال منهم شهداء منهم مجاهدين رياضيين دي بوكسار سياسيين كان ساكن تما واحد يقولوا عمر تيباكا في فرنسا عمر تيباكا واش يكون عمر تيباكا؟ واحد ما مشهور بوكسار شامبيون دو فرنسا شامبيون دالجيري تعارك مع باترسون باترسون وقالوا المجاهدين لازم يطيحوا سي باترسون هكاك طيحوا كانت رجال عندنا التاريخ ولا يعني عنديش حتى في باريس كامل تعرف انا جمام تجول تاع لافيلان تاع تاع الفوت كنت نروح لفتره كالومبو من برمودي كالومبو شي يكون مجاهد مجاهد ولحقوا ولاد وقتلوه تم بعد كالومبو كنت خارج فيهم هذاك راحت بيه بيعه مسكين قتلوه تم بالكرتي بعد منهم هذا من يقول تاع الكرتي هذوما باينين هذوما هذاك تما بطل راجل يعني تاع ما هو فين جماعة البرمة قالك البرمة يقولوا لهم تأخذوا لهش حرمة كيف يقولوا وين البرمة وين الكسكاس قال له قال له لا البرمة أنا بالي فهنا سنتقبع فهنا خرجت البرمة دي خرجت من كلش الشيوخ من برضو الشيء الشيء اللي كانوا جاهزين نتمة قالوا لي يا في الطابة تاع بوبي زاي جاهنا زاي
جاتو شريوابي تاع النبل زاير. هيا بيان وعدي نبعثوا بتي ميساج لخواتنا اللي عايشين في الخارج يحط تليفون يتفرج تفكر كرتيه وتفكر اللي كيما نقولوا من نواحي منهم ويشوفوا يتقاس يصوروا البلاد يصوروا كلش في الطريق كلش كلش هذه يسمى شي مريحة البلاد انا يقول يقول لك انا خواتنا اللي عايشين تفكروا يا نسال كاين عندهم 30 سنه ما روحوش 40 سنه 20 الغربه هذه الدنيا كيما يقول احنا لا في بلادنا مهما كان البلاد لازم يخشوا لها ناس برجالها الحمد لله قصدتكم انا ثاني اه قصدت اخويا بالاذن هكذا وناخذ الاذن تاعكم اه او ناس كاين اللي يقول لك ما تصورنيش انا بمونديه و... انا شرو شرشي يعني انا شكون وافيه انا شطحوا خاوتنا لا لا باش معروفين عندنا بقى اون اون جينيرال العنان باك كما نقول العنان باك معروفين بالرجل تاعنا ما نشد التريتر ورجله يقولك عاد يخش يقول ثاني عناد من جهه اخرى بخموسها سما طاف الحكايه تاع الديب الدير والديب يخلص احنا هو الديب ايش مرح يجي من اي بلاصه مرحبا بها فقط سبيكتي برك يقول لهم انا عناد يزغبوا مني يزغبوا كل واحد يحترم المحطوط يقول لهم انا عناد تخش طيب على هكا يعرفونا رجل سخونين يعرفونا كل شيء ثم تعركة تاع قال وكل كرتي عنه بكري كيما يقولوا لي تريون تاعهم بكري زمان شو عليها بكري كيما يقولوا ماجي دالي وحمدي لام زعيم ما كانوش يحضروا قال لك الزعماء بس هذوك انقلبت الامور دوكا جات جيل هذا لا انقلبت شويه الامور او شيء جديد لا لا انقلبت الامور كيفاه فار اكزومبل كي تروح وين كانوا البومبيه وين كانوا المافيا وين كان ولاو تايبين وين تروح مثلا الماجستيك وكارتيات ريش كارتيات ريش سنكلو هذوك هما اللي دخلوا فيه مع الكوش ما نعرف ثم شفتهم شويه روطار اون ديري دركا لو كرون بانديتيزم وين تلقاه بوسيج وماجستي وي ودركا تروح لاري راس وتروح تلقى جماعه ثابت هادو يخافوا ربي قات هذيك شويه بوسيجور كارتيري يعاو بالسلطة عندهم المعارف عندهم من يبيع لك الخمر يبيع كل شيء ثم الدنيا ثم دخلناها مش دبزة معرفة كاين واحد النقطة برك في لازون هذيك احنا باش نرجعوا للتاريخ ثم فهمت وثم كان يستهدر كانوا ما كانوش عايشين فيها العرب تما كانت عايشة في القور سلام ورا خي هكذا هيك على بالي هنا كانوا القور من الجهة هذيك ما كانوش العرب خلاها وجبعت لي فيلا بعد ما رحت فرنسا 62 كما قلت لك كان واحد اللي مدوهم الديار تما واحد مد العساس اللي كان عنده واحد مد جارديني واحد مد كانوا يسكنوا أنفا مش يسكنوا يخدموا عندهم يا تكسا هذا كل نالوا من الديار وكل تروح لي واحد ما فيه معنا بخليل في 1% تلقاها من كل الجزاري جاو كانوا يخدموا عندهم يقول لك كيف حتى اللاجئين تما كانوا في تونس تاع تونس تما ثم جماعة البولفار اسمحوا لي جماعة البولفار لا باشينو حتى نروحكم تما عندنا احنا نقولوا بين قوسين اولاد بلادنا مي هما لا بيبول كانوا يمكن في الحدود نخدها بيا نقولوا نو ولا شويه مثال مثال كيما تشوف لاكارو كانت تشحن ديار اللي كانوا هذوك شكون؟ تونسيين يهربوا من تونس هذوك سكنوا تما سنكلو سنكلو لاجئين تاع لاجئين سمعت سنكلو سمعتوا اسمحوا لي لا غالب او التاريخ انا ما جبت والو هذه هي الحقيقه ما كانوا في جبل كانوا خايفين من الثوره كانوا الاغلبيه ما نقولوش كل مي ها باش نهضروا جماعه سنكلو يقول لك تروح لدمك وحنا ولد عنابه مرحبا بك اخويا ولد عنابه حنا ولاد كارتي بوبيلار غلط التاريخ هذا مش توانسه سلام ورحمه الناس كشغل هربوا بولادهم هربوا ساكن هربوا بولادهم باهي قراو خلي الشعب كامل يحارب هنا صح كاين اللي خرجوا باهي يقراو يكملوا قرايتهم في الحدود كي داو الاستقلال رجعوا من احنا من هزينا القرايه من مو مش مع اللي خرجت من برا صح وشكون دار الكومبلو تاع الاستقلال سي باري بورغيفا دار هو الاجتماع مع بومدي
بعد داروا هما القضية تاعهم ودخلوها اللومي. ناس بطاقة اللي قرات كانت سمعنا كانت ناس خرجت بها تقرا تما جامعة الزيتونة في تونس هذاك ما هي قري في العلماء تاعنا لهنا ومدينة قريبة تما كشغل كي نقولوا احنا لاجئين يحسبوا فيها مش معناها نطيحوا بهم لا هذه قوانين حرب قوانين حرب كاين اللي يقعد يحارب كاين اللي يخرج باه يدافع يقرا كما تشوف فلسطين لاجئين كاينين دابا كي نقولوا لاجئين نقولوا مش فلسطينيين لا مش عيب يعني يفهمها الفلسطينيين وش هي اليهود كما نقولوا رحلاتهم لمصر ولا حربوهم وبعدك قدها سنه عاود رجع كاين حتى اللي يفرقوا عليهم هذاك تاع لاجئ مش لاجئ سراب لا يفهمتك دو ناسيوناليتي تونيزيان نو 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 ماشي نطيحوا بها فقط لكن بالي الفئه هذيك الاغلب كانوا عايشين فيها فرنسا لي فرنسي ومن بعد كي فضت الحرب جاو نقولوا احنا خواتنا اللاجئين باش ما يفهموهاش ما قلناش حنا لاجئين تما تونيزيان لاجئين ما طيحناش من فهمتك هذه باش كون نقطه لان توجد شاك فيت تلقى فيها لي كارتي مشكله دايا تاع الناس كي شغل يستعاروا بالكلمه تاع لاجئ وهذا هي في طبيعه الحال في كل البلاد كي تصرى فيها الحرب الناس تخرج كاين اللي يفركتوا عليها العسكر تاع فرنسا يهرب صادير لاجئ ولكن ما تجيش بطريقه سياسي لاجئ اقتصادي لاجئ صديبان عائلته باهي من نحا يعني مش معناها انك ساكن قدام البحر ثم تكون على النابه احنا ثم ديكالتي ثم هم يقعدوا يشوفونا اون ترافير تشوف الله لي روز تسكن في تطيها ونديري هم على بالهم باش تاريخ تاع ديكالتي هما هم وين كانوا احنا احنا باش من باش تنوضحوا الامور مش باش نقولوا هذا خير من هذا ام ساعه تروح لتما جماعتك تعرف بلا ما نهضروا تاع المعارف ودراهم وكذا والبلايص سهل لهم هذه هي سمعت هي النقطة حبيت نوضحها ولاد البلاد هم اللي يقولوا مش أنا بلاد واحدة ولاد برما واحدة ها ثم كلها أنا بلاد بلاد ولاية واحدة بلاد واحدة بلاد واحدة وعايشين عالم واحد الكل الحمد لله ولكن الجزائر يمكن عندنا كلها كارتي خضراء كل جزائر ولكن حاب ندخل في التفكير تاع الناس تسمى لي كارتي بوبيلار ولد الجبان تليهود ثم وجماعة تما تاع البولفار حاب يقول سيكوا جينيراسيون صغيرة مازالت ما تعلمش على التاريخ ما يحبوش يعلموا على التاريخ تاع البلاد عادك تلقى شوية كاين يا هذا هذه النقطه اللي حبيت نقول لك عليها واش معناها الكورو هذا حتى هذا خير من هذا وثم الاخر عايش في فيلا فيها 200 مليار ولا مسكين واحد عايش في بيتو كوزينه ثم يا تما يعني ثم تطيح يقول ثم عايش في البولفار جماعة كلاسيتي جماعة نو مش ولا نعرف ما يعرفش ثم عقليات برك نحن نبدلوها بالطريقه هذه يمكن هو يتفرج الفيديو هذا بالك ولات عندنا في رمضان ناكلوا الشربه وبوراه شربه وبوراه جاري مش شربه نقولوا جاري احنا جاري وبوراه اكدوها والبوراه كل نتاع ملونجيه خليهم شي عندهم ما تخلطوا نحطوا لنا طماطم او بيتو شكشوكه هذه اللي عبيت نقول هذيك الخطره مهنا شكشوكه اسكت طماطم فيها طماطم بكري طماطم بكري ما كانش عظمه بكيت على بطاطا شويه فرماج كل تاع الحم عندك ولا ما عندكش ولا ما كاش خلاص تتزكى بطاطا وش حكايه الطماطم و الطماطم في الفلفل والمخ الدقله الدقله راح تعبانين قدامي والله حبي في زدول البراك ولا البراك العناب البراك العناب البراك العناب احنا مشهورين بالبراك اسمح لي انت رحت للجزائر بارابول ظهرا يمكن فواياجيت قبل عندنا بوراك تاعهم هو تاعهم سبيسيال هما يعني بوراك خاص هما تاعهم خاص خاص بيعيطوا بريك هما بس احنا نقول نتاع المنزيه ما تزلاش خليه يمشي كيما بكري حليك حاجه كتكثر لها ياس اي طنصال شفتوا ناس مش ما تعودش تحطوا طماطم ما تحطوش طماطم جيش بورك والله يحطوا بيتزا ولا شوف انا عن بابو حط طماطم قلت له بابوك نتاع النابة عامل لي طماطم اللي من بالك هو شفت واحد يحط كاشير وطماطم لا بقاش بورك شرب تاع البورك ولا شكشوكه يا خويا محشي محشي بورك محشيه
هيا اللي يعطيكم الصحة. والله صافي في الجزائر هكا نوصلوا ميساج هكا وعلى بالي اللي يتفرج الفيديو هذا الجزائر حكمت له تحكم له بيان. والله تركب له شيخ شيخ عليك. اه يا بصحتك بصحتك يا شيخ شيخ. اه نقول لهم واش راح تصور واش راح تخلي على النافع لي كارتي لهنا لازم واحد فريمون انجاجمون هذا اي خدمه مش سهله تدور كارتيات وتحكي مع الناس هكا ها وحتى الله يبارك وجهك طيب الله الله يبارك ان شاء الله. والله نحيت من وقتي غير والله قلت يا ربي وكارتيه واش استهنا ماما فاطمه كوش ماما فاطمه هاي جارت ما يمنعناش هذا فهم لهنا بكري انا قلت كارتي فحام كارتي الطاهر هذاك اسمه تبع الاورانجيري ولا وحده بكري كارتي الطاهر عيطوا انا طاهر شيخ طاهر شيخ طاهر يعطيك الصحه واش اسمع بها انا قالوا لي له كارتي وحده اسمه القارص حتى نون يعطيك الجميعي شفت اخو يقول لي شيخ الطاهر من فوق كارتي قلت له جامي سمعت بها انا هاي ثم الاورانجيري هاي سمعت الاورانجيري شفت لما زيدوا بكري كان شيخ حاج اروح حاج وكان يحكي انا جاي نعم جنان جنانات كانوا هذا الشيخ طاهر على هذه اسمه كان هو عندي اللي كان تبع الاورانجيري ولا فيرما ودرك باعوا الخاوه لي ريتاج كل واحد باع لابارتي وبناو لي فيلاج مع ولاد الشيخ طاهر سمي على السيام شيخ طاهر السيام شيخ طاهر مجاهد ولا شو اسم الشيخ طاهر مجاهد السيام تاعنا كلهم مسميينها شيخ طاهر وين المجد العزيز اون فاس الحاج قال له كان هنا جنا ما بالكش الحاج الحاج ما كانكش قل لي سقسي نضحكوا برك معلومات هذه راهي تخدم المخ شويه قالوا بولك بطماطم اسمح لي ما كاينش منها الحاج شو هذا كان بولك بطماطم بكري ما كاينش لا بصح واحد الوقت في المرشي يقطعوا فيه كلش الخرد ما خرج يديرك يحطوا فيه كلش هو البورك معروف بطاطا باين ملحي بارك شويه طوم ملحي ملحي شويه طوم عن شخصيك هذا الكرتي هذا تفضل الحاج لهنا كرتي هذا واش حكايته زمان التاريخ حكيت عليهم شويه ولا لا بكري التاريخ هو التاريخ لورنج نفس لورنجري كرتي هذا ترقوميه لحقت عليها يقولوا لها ترقوميه كما قلنا كما قالوا الجماعه قبلي انا يعلم ربي قبل ما كانش كيف دير ابري واحد 50 طون ولا ديك نعرفها ترقوميه حتى كيفاش المعلومات مليح هما يقولوا هما يقولوا قبل يعلم ربي كان واش يقولوا باسكو قلت له فاز قوميه ولا ثلاثه يا لا قلت لك سموها ترقوميه واحنا ما لحقناش على الشياده يعني انا نشفى يما كانت تقول لي كانوا ساعه ساعه نسمعوا كانوا قلت له قوميه في الطريق كل واحد ديما عنده فيرسيون واحد يقول لك كانوا يسكنوا يبروتيجيو فيه من الحكومه اللي ديارها دما عرب كانوا يسكنوا وخدموا مع فرنسا بروتيجي من تمام